تنتقل الأمراض المعدية من شخص إلى آخر عبر الرذاذ المتطاير من المصاب مباشرة أو ملامسة الأسطح الملوثة به، كذلك عبر مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين. وتعد الأيدي وسيلة رئيسية لنقل الكثير من الأمراض المعدية، لذلك فإن تنظيف اليدين بطريقة صحيحة يعد الوسيلة الفعالة للوقاية من الأمراض المعدية. بلل يديك بالماء، خذ كمية كافية من الصابون، افرك اليد بدعك الراحتين، افرك ظهر اليد اليسرى براحة اليمنى بالتحريك من الأمام إلى الخلف، وكذلك لليد اليمنى مع تخليل الأصابع. ادعك ظهر أصابع اليد اليمنى براحة اليسرى وظهر اليد اليسرى براحة اليد اليمنى مع تحريك اليدين جانبياً. ادعك إبهام اليد اليسرى براحة اليد اليمنى والعكس. ادعك راحة اليد اليمنى بحركة دائرية إلى الخلف وإلى الأمام بحيث تشبك أصابع اليد اليمنى في راحة اليد اليسرى والعكس. اشطف اليدين بالماء وتنشف بمناديل ورقية واستخدمها لغلق الصنبور، ويمكن استخدام معقم اليدين باتباع الخطوات السابقة نفسها في تنظيفها. وللوقاية يجب تغطية الفم والأنف بمنديل ورقي والتخلص منه في سلة النفايات أو باستخدام باطن الكوع عند العطس والسعال. عدم مشاركة الآخرين للأدوات الشخصية. تجنب الأماكن المزدحمة. تجنب لمس الأنف والعينين إذا كانت اليد غير نظيفة. اتباعك العادات الصحية يحميك من سائر الأمراض المعدية، فاحرص عليها. مع تحيات وزارة الصحة.